الشاط، الافاعي، الاصالات الشبكيه. اليوم بدنا نعرفكم على نوع جديد من الالوان النادره جدا اللي هي من نوع اصاله شبكيه، اطول نوع بالعالم. لكن هذا النوع بتسمى سان تايجر. تعال انزل. المهم حكيت في زي هاي اصله شبكيه اسمها تايجر، وفي بيجي هذا اللون شبيه له، بيختلف شوي بالرسمات زي ما انتم شايفين، بسموه سان تايجر. في زيه تايجر وفي سان تايجر، هذا بيجي سان تايجر. طبعا هذا جميل جدا، وممكن انه يوصل طوله لحد 6-7 متر. طبعا هذا معروف اطول نوع بالعالم الاصالات الشبكية. لا تخاف لا تخاف لا تخاف لا تتوتر. المهم هاي لون من الالوان النادرة جدا والجميلة زي ما انتم شايفين، والاسم التايجر انا ما قدرت احصل عليه، لكن هذا لسه احسن لونه من التايجر اللي هو السان تايجر. طبعا هذا صغير لسه، طوله تقريبا 2 متر وشوي، واحنا ان شاء الله نعطيه. شايفين اللون كيف جميل؟ ركزوا الرسمة، الخطوط طبعا هو بلف، اذا لف كمان لف وخنكني بجيبني اوت. ارجوك يا تايجر، يا سان تايجر، من اجمل الافاعي. مثل ما قلت لكم الاصلة الشبكية اطول نوع بالعالم، هاي هي الاصلة الشبكية، لكن في منها الوان جميلة ونادرة. هاي رسمات حلوة ونادرة جدا. خليك الحلقة الجاي راح نزلكم عن كمان نوعين من الأنواع النادرة والألوان الجميلة. كل مرة بنزلكم لون من الموجود عندي. طبعا في كمان أنواع موجودة لها فيديوهات قديمة، في الأصالات الشبكية العادية وفي هاي الألوان. وإن شاء الله إذا حصلت على ألوان أجمل وإشي حلو راح أجيب الألوان. طبعا بدها انتباه، عضتها قوية، أسنانها ماضية، إذا عضتك بالوجه أو بالعين بتضيع لك عينك، عشان هيك بدها انتباه. ترى كيف بتعصر، بتعصر قوي، يعني بدك تنتبه لما بدها تيجي عند وجهك مرة واحدة تحركش، انتبه. عضتها قوية، شوف شوف ما أجملها. طبعا نشوف قويات الأصالات الشبكية، أفاعي قوية يعني. Well, I'll tell you.